هاد الفيديو الدراري غادي نشوفوا غرفه غادي تحول من غرفه عاديه ما فيها والو ما فيها حتى حاجه، غتحول سيتاب كامل ومبني على اسم بلا على ماينكرافت. الدراري ديال في ماينكرافت الفيديو ديالكم هذا الدراري. المهم اخوت ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر، ديروا لايك الفيديو وتابونوا في لاشين كومونتيو الدراري شحال ما قديتو. وباي ذا الدراري اكثر من النص اللي كيتفرجوا في فيديو والدراري ما ابونيس بالرجوله، غتاخد لك حتى ثانيه باش انك تهبط لتحت وغادي تابونا في لاشين تبان لك حمراء رد قريه، فعل الجرس باش يبقى يوصلك كل فيديو كله. باش ما نزيدش نطول عليكم الدراري خليكم على الانترو. اول حاجه الدراري كيف ما كتشوفوها ديال الغرفه اللي خدام بها، غرفه ما فيها والو، يعني غرفه عاديه ما فيها حتى شي حاجه اللي ديال الجيمرز، فيها فوتوي فيها تلفازه فيها المهم شي حاجه ديال الجيمرز، ما كاينش سيتاب، ما كاينش بيرو في يقدر يلعب في حط السيتاب ديالو، يعني ما كاين حتى شي حاجه، غرفه عاديه ولكن غرفه زوينه، يعني الشكل ديالها واخا ماشي حاجه اللي خايبه. غادي نرد هذه الغرفه من هذه الغرفه اللي عاديه ما فيها حتى حاجه لغرفه جيمر، ولكن ماشي اي غرفه جيمر، غرفه جيمر ماينكرافت الدراري، ستيل ديال ماينكرافت كلشي عنده علاقه بماينكرافت. هما مو هاد الغرفه هادي كان كيستعملها غير كيحط فيها داكشي اللي ما باغيش، يعني كان حاط فيها اكس بوكس 360 قديم، حاط فيها نينتندو قديم، يعني داكشي اعوام جامعو وكيحطو في ديك الغرفه كيستاكها. دابا غادي يشد من غرفه عاديه يردها غرفه جيمنج الدراري، غنشوفو كيفاش غيدير لها. اول حاجه الدراري في كورس في اي حاجه كيبغي يبدلها هو انه خصو يقوي الغرفه كامله باش يقدر انه يعاود يصبغها كيف باللون اللي باغي. الجلوانات اللي كيعجبونا الدراري في اي جيمين روم الدراري هو الكحل والبيض. وما خوتو سرت حاجه من امازون نشوفو دابا شنو اللي وصلو وشنو شنو السيله غادي يوصلو باش يقدر يقاد السيتاب ديالو ديال ماينكرافت. اوكي هاد اللعيبه ديال ريدستون الدراري ديال ماينكرافت راه عارفين ريدستون، هادي لامبا الدراري دايره ديال ماينكرافت ولكن على شكل ريدستون الدراري، عاطي واحد الديكولي واعر الدراري. اوكي هذا البداية الدراري يلا بادين، عاطي واحد اللامبا زوينه الصراحه. هاد اللعيبه هادي بغيت نتخيل الدراري كيفاش غتكون زعما دايره في الظلمه الدراري، غادي يكون داكشي داك الضوء اللي غيكون خارج منها في الظلمه ناريه صح. الديكور في السيتاب واعر بزاف. شنو وصلوا عاوتاني نشوفوا. اوكي ها هو يفتح هذا بنشوف شنو عطيو. شنو هذا؟ ديك ماشي بوستيره واقيلا بحال دوك البوستيرات اللي كديرهم على شكل التلفازه في ماينكرافت. اوكي بوستيرات الدراري، المهم ما وراناش كاملين شفتو فيهم، غيخليونا من بعد شي ايكيبيهم ويورينا الشكل ديالهم كيفاش داير. اوكي شحال من حاجه عندها علاقه بماينكرافت، واقيلا كتبان لي تما شي طابيه تكون واقيلا ديال ماينكرافت. ويت شنو هاد السي في صاحبي؟ شنو هي هادي؟ وا هادي هذيك اللامبا ديك الدراري كتحطها في الكوف وكذا، ناضي الصاط عاطيها ديكور زوين تاي بالرجوله ناري الصوت باش نشوف الصوت السيت اب كيفاش يطلع ديال ماينكرافت في الاخر، يطلع جاجا اللي هربانه صح. عطي حد ديكور اللي واعر الى تقدر يديرها في الحيط ولكن يتكاه كيف ما كدار في ماينكرافت، ما يلصقهاش ولكن يتكاه. ما شنو هي هادي عاوتاني؟ او الصوت دوك البوكسات ولكن على شكل شنو هو؟ على شكل ليغو واقيلا. ويت وقال لك عاوتاني هادو كيشعل فيهم الضو تما في البيرو ديالك. شحال من حاجة عندي واش كتشعل فيها الضوء بزاف اصاحبي. والدراري شو طابي كي دايرة الصاد ديال ماينكرافت. واه على شكل الصاد عاطيه واعر الصاد ناري شحال زوينة الصاد، ودوك الوانات والديور كدا الصاد الدراري ديال ماينكرافت بقى في حماق ودابا الصاد راه الهربة. اوكي زي شاري قرعة ديال التي ان تي ما عرفتش هادي فاتت ليا زايده الصراحه، ولكن المهم الا بغا السيتاب كامل يكون فيه عنده علاقه بماينكرافت اي حاجه خاص تكون في السيتاب ولا في البيت خاص تكون عندها علاقه بماينكرافت بالرجوله. اوكي زوينه ماينكرافت، قال لك هادي ما عاجباش ولكن واخا هكاك شريها، واخا هكاك عطيها ديكور زوين بالرجوله، اي حاجه تقدر تشعل فيها الضو شتا ديكور زوين في السيتاب. وعاد مازال لعيبه اخرى الدراري ديال تي ان تي تي كتشعل في الضو الصاط، عطيها حتى ديكور سي اس تي ديكور اللي واعر. كيف قلت لكم الدراري شي كامل غادي يزيدوا في السيتاب وغادي نشوفوا زعما كيفاش السيتاب غادي يولي في الاخر، ولكن بلاتي خصنا نعرفوا بي سي بعدا غيدير الكونفيك كدا. الدراري ديجا كتلاحظوا معايا الدراري البيرو اللي مفرقع الصاط عطي حتى الكور واعر الصاط وفي الخضر، يعني مريفي الماينكرافت. وعاد مازال خدا كرسي مصوب خصيصا الماينكرافت الدراري، كرسي مصوب خصيصا الماينكرافت، واخا الصراحه كيبان لي البيرو واقيلا صغير بزاف الصراحه مقارنه بداك البيروات اللي خصهم يكونوا، ولا ما عرفتش غير الكاميرا. واه الدراري شوف الكرسي الصاد ناري شحال واعر الصاد، والله تزوين الصاد صراحه واعر بزاف. واه الصراحه الشكل ديال البيرو زعما الشكل ديال ديك المانيطه مع ديك البوكس الصاد مع الخطوريه الصاد عطي حد الديكور اللي واعر بالرجوله. واه الدراري ديك اللامبس كيعطيها الديكور واعر الصاد.
وشنو هي هاد اللعيبه دي عاوتاني اللي خدا دابا؟ اوكي الدراري بي سي اللي شراه الماينكرافت خساوي واحد تقريبا 600 باوند الدراري، ما عرفتش صراحه باوند شحال كيساوي، تقريبا 7500 درهم اللي شاري به هاد البي سي هذا باش يقدر يقصر فيه ماينكرافت. اوكي صراحه ما عرفتش ماينكرافت من كنضبط على شي بي سي لهاد المواصفات ولا بهاد الثمن هذا باش تقدر تلعب فيها. مارس شري في RTX 2060 الدراري، RTX 2060 ومع 16 جيجا في الرام و بروسيسور ما قالش لنا الصراحه اش من بروسيسور، كي قال لنا AMD AMD غالبا يكون واخد شي رايزن الصاد في رايزن 5 شي حاجه، بس الصراحه زوين بالرجوله الدراري كيف ما كتشوفوا هذه هي الكيس اللي شراو هذا هو البي سي اللي شرا الصاد. شوف الصراحه البواتي الصاد عطي ديكور اللي واعر، ولكن الصراحه ام ديسابوينتد كز الدراري كنت امل انا يكون تي في الخضر، يعني تعطي حد ديكور اللي زوين وسطي تكون تيجي بالخضر بس تعطي ديكور ديال ماينكرافت. ولكن شوف نسبحوا ليه باش نشوفوا الدراري الفيو ولا نشوفوا الدراري في الاخر كيفاش غادي يبان السيتاب ديال ماينكرافت، وغادي نقيموا الدراري على اساس واش قريب لماينكرافت ولا لا، واش حاجه عندها علاقه بماينكرافت ولا لا. المهم حنا نشوفوا الدراري، وانتوما الدراري قيموا مع راساتكم في الكومونتيرات. او صاد شري اكس بوكس 1 ولكن كاستمايز الدراري لماينكرافت، صراحه عطيته ديكور واعر. او ماي جاد الشكل ديالو زوين الصاد، واو عاد في ديك اللعيبه ديال واه الصاد متقب بزاف الصاد، عطي ديكور واعر واه زوين زوين بالرجوله الكونسول. صراحه ما كنتش متوقع ياخذ الكونسول وغادي يعطي ديكور لي واعر تي الصاد. شوف غيزيد مع ديك التلفازه الصراحه التلفازه مكراش يكون كانت تي كاستمايز بالخضر تعطي ديكور لي احسن. اوكي المهم حنا نشوفوا في الاخر كيفاش غادي يبان هادشي الصاد. سلام مونيتور، ولكن مونيتور ما عنده حتى علاقه بماينكرافت حتى هي الصاد، دابا لا مونيتور لا من البي سي ما عندهم حتى علاقه بماينكرافت، كيشي داخل كلشي في الخضر وعندهم ومشكلين على طريقه ماينكرافت. واه صح التلفازه واعره اصلا كدسش، ولكن المشكله ما عندها حتى علاقه بماينكرافت اصاحبي. شنو هادشي دابا السيت اب ديال ماينكرافت اصاحبي؟ ما عرفتش الصراحه خويا. شوف جي من هنا من الاخر ورينا السيت اب كيفاش غادي يبان في الاخر. ترى كيف ما كتشوفوا شاري لوجيتيك في السوري ولوجيتيك في الكلافي، حتى هما ماشي كاستمايزد لماينكرافت ولكن سوريات عادي وكلافي عادي. صراحة الدراري ما فاجئناش بشي حاجة اللي واعرة في السيت اب اللي بالدار، واخا حاولوا يبنيه كامل ماينكرافت ولكن ما بانش كامل ماينكرافت الصح، كانت غير الطابي والجيمين تسالى الدراري والبيرو اللي عليه في الخضر عندهم علاقة بماينكرافت عطيه حد ديكور زوين، ولكن الدراري لا من ليكرون لا من التلفازة الدراري لا من بي سي ما كان عندهم علاقة بالماينكرافت، لا من ناحية الكلافي لا من ناحية السوري، داكشي حاطو نورمال يعني لوجيتيك ماوس لوجيتيك كيبورد يعني شي حاجه اللي بيسك. والصراحه هذا كسيت اب، شوف كسيت اب اوفرول سيت اب سو اوفرول سيت اب راه عطيها 8 على 10 ولكن ما عندوش شي علاقه كبيره ماينكرافت. دونك الدراري كتقييم ديالي غادي نعطيها حد 4 على 10. المهم الدراري قولوا لي انتم كيفاش جا لكم هذا السيت اب هذا، وشحال التقييم ديالكم الدراري على هذا السيت اب؟ كتبوا لي في لي كومونتير باش نعرف الدراري اللي وصلوا لاخر الفيديو. المهم اخوت كنتمنى كل فيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الدراري ديروا لايك فيديو وتابونوا في لاشين، وكان معكم فورس نقول لكم دابا peace.